انا عايزة اقول لكم على حاجة. طبعا ان دي حاجة بترجع لايه، للشخصية بتاعت البني ادم، حاجة بترجع. وبعدين حاجة بسيطة، انا مش عايزة حاجة مكلفة. انا اروح عند بتاع الخيط، على فكرة دلوقتي بنروح، تروحي عند بتاع الخيط اشتري بواقي الخيط اللي عنده، دي معلومة كويسة. اشتري بواقي الخيط اللي عنده، هيديهالك بسعر اقل وكده، واعملي اهو كذا لون اهو يا جماعة، كذا لون. بص الجري، لون الجري مع اللون الموفيت الفوشيا، مع اللون عندنا اللون الروز، مع اللون الجري، عاملة بردك اللون الاصفر مع اللون الموف، ادي الاصفر مع الازرق، يعني كذا الالوان اهي، ادي اللون الروز مع استغفر الله. الفوشيا مع ده، كذا حاجة. مش هقول لك انا، بس ده الكروهات المربعات ديت كذا لون مدخلة مع بعض، الرصاصيات، الروزات، الاصفريات، كذا لون مع بعض. وما بنتكلمش ولا نقول ده حاجة، ان ده حاجة وحشة ولا حاجة حلوة. بصوا للاخر في النهاية المفرش بيطلع ازاي، كده يعني. قولوا ان ده حاجة انا هجرب واعمل دوت، مش اعملوا اللي انتوا عايزينه وجربوا وما فيش مشكلة. كمان في حاجة تاني، فكرة تاني، انا لو عندي ملاية سرير قماش عادي، ملاية عادي ما فيش مشكلة، انا ممكن اطعم المفرش بتاعي بالشغل بتاعي انا. اذا كنت عايزة اطبع، انا وديه للراجل بتاع المطبعة واقول له انا عايزة وردة هنا، عايزة شغل هنا مفرغ، عايزة اروح بتاع استغفر الله. السلفلة واقول له انا عايزة ده هنا، يعمل لي المفرش اللي انا عايزاه. عندي قميص نوم احط من تحت كروشيه، دلوقتي بقى حلوة جدا الحاجات ديت على الكمام، على الديل بتاع قميص النوم، على يعني كمام اللياقة من فوق الرقبة، الحاجات ديت اي حاجة عريانة ممكن تحط لها حاجة كروشيه تغطيها، فبتبقى حلوة، بتبقى جميلة، وكفاية انها من صنع ايدينا بتبقى كويسة. فده اللي انا ايه حاجة عايزة اوريها لكم بالنسبة للكروشيه بسيط. بالنسبة للورد بتاعنا اللي قلت لكم عليه ده، دي حاجة هقول لك ازاي بنجيبها، دي من عند اهو، حاجة بتبقى كده، حاجة كده اهي، بنشتريها بنطلع فيها وهي فيها ستيكر، هي كل حاجة ما فيهاش اي مشكلة، وده من استغفر عند الله. محلات الديكور بتبيعها، وتختاروا اللون اللي انتوا عايزينه وتختاروا الشكل اللي انتوا عايزينه وتعملوه، وبيلزق لوحده. ودي الفراشة اللي انا عاملاها في ده، وده الورد اللي انا حطاه، ده بوكيه، ده الحتة ديت حاجات جايباها عشان احطها، لسه بفكر احط فين كده يعني. حابة اوضب بيتي بالطريقة اللي تعجبني، حابة اعمل ديكور كويس. جماعة لو عجبكم الفيديو ابقوا شيروا طبعا ولايكات بقى والحاجات ديت، قولولي اللي انتوا عايزين ايه بالظبط، انا ممكن اعمل لكم كمان اي حاجة شغل يعني انتوا عايزينه، انا اقول لكم بيتعمل ازاي، اديكم فكرة طبعا. ولكن احنا حابة انكم انتوا تعملوا حاجاتكم بنفسيكم، محدش يعمل لكم حاجة يا جماعة، انتوا اعملوا، شغلوا نفسيكم بنفسيكم، شغلوا دماغكم زي ما بنقول. لسه في افكار كتيرة هقول لكم عليها وكده، استغفر الله. وكمان في هنعمل مع بعض يا باون كيك او مافن، هنعمل حاجة دلوقتي وهاخدكم طبعا في جولة في المطبخ كده معايا، ونعمله مع بعضينا اي حاجة حلوة كده يعني، ناكلها مع بعض كده ونشرب حاجة مع بعضينا وكده يعني، دي حاجة بعد الظهر كده زي ما بنقول. الورد دوت اللي انا جايباه، الزرع دوت يعني شايفين قد ايه شكله حلو، بس الورد عامل ازاي، يمكنه طبيعي بينطق قدامكم، جميل تحفة، حاجة. وهو ورد صناعي مفهوش حاجة، هنتعلم مع بعض ممكن نعمل الورد ده ازاي، اهو ازاي نقدر نحط الالوان مع بعض، ازاي نقدر نحط الزرع الاخضر مع الالوان من استغفر غير ما الله. يبقى حاجة مش عجبانة حاجة كده، المهم المنظر بيبقى عامل ازاي.
الفوز الزهرية ديت بتبقى مش غالية، اهي هي مش غالية خالص، لكن على قد قول على قد الايدين يعني، واقل من مستوى الايد كمان. حلوة قوي وشكلك شيك قايم، كان اللي يشوفه يقول حاجة غالية وهي مش غالية، لكن مع الزرع ومع الورد ومع الاخضر مع الحاجة اللي بتريح العين حاجة تانية خالص يا جماعة. فده حاجة من اللي احنا بنشوفه دايما. احب الحاجة مش تلفت النظر قد ما هي تلفت نظري انا. انا مش عاملة حاجة عشان تلفت نظر الاخرين، انا عايزة الفت نظري انا، حاجة ادخل الاقي الحق دي عجباني، لا انا انقل الفازة دي من الناحية التانية، عجباني دي، عجباني المكانة هنا، عجباني التشكيلة مع بعض بتدي شكل ايه، استغفر الله. عجبني المنظر ده، عجبني الورد اللون ده اللي عجبني ده كمان، عجبني الموفات، انا من بميل للموف، بميل على فكرة الالوان دي يعني بتريح لي عيني الحمد لله. يعني انا من الناس اللي هي متبشرة خير، من الناس اللي هي عندها تفاؤل، مش من الناس اللي هي عندها كده. واحنا كمان ممكن نعمل كده. انا صحي الصبح مثلا ماليش مش عارفة، ما عنديش مزاج لأي حاجة، لا ليه انا اقعد شوية كده، اهدى شوية، هدي نفسي شوية واقول الحمد لله رب العالمين، سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. الكلام ده بيريحني قوي، المسبحات دي بتريحني، وبقول الحمد لله يا رب زدني نعمة على اللي انا فيه، أستغفر الله. وبقول بقى ايه، وطبعا بستغفر ربنا كل شوية، كلنا كلنا ايه، مش ملايكة كلنا دايما كده اللي احنا ايه، بنقول استغفر الله العظيم على اي حاجة عملناها وما عملناهاش، فبنستغفر ربنا على كل حاجة، ويا رب تدينا اللي احنا عايزينه وادي الناس كلها اللي هو عايزاه، وبتمنى لكم كل خير وكده، وقولوا يا رب ان كل حاجة تبقى كويسة، ودايما نبقى كويسين مع بعضينا واخلاقنا حلوة مع بعضينا، ودي اي اهم حاجة، دايما اللي جوانا نطلعه خير والخير يطلع، ونبقوا سباقين بالخير، ما نبقوش سباقين بحاجة وحشة، وما نتكلمش على بعض حاجة مش كويسة طالما احنا الناس مش موجودة في مكانها، نتكلم على حد والناس قاعد، الناس دي قاعدة مكانها عشان نتكلم نقول ده، لكن ما نتكلمش على حد وغايب، ده مش أستغفر الله. كويس. ودايما نقول استغفر الله فعلا على كل حاجة، الحمد لله على كل حاجة، ويا رب زدنا، ويا رب لا تنقصنا من احد، ودينا اللي احنا عايزينه، ويجعلنا يا رب الايام جاية رمضان، ويجعلنا ايام خير علينا كلنا، وربنا يدينا اللي احنا عايزينه يا رب، وهدينا والى صراط المستقيم، ودينا اللي احنا عايزينه، ويدي كل واحد اللي هو عايزه، وجعلنا من الابرار من الصالحين، ولا حول ولا قوة الا بالله، ودينا اللي احنا عايزينه. هذا الحاجة الصغيرة دي على فكرة، ده مش هي دي للقناة بس، ده لسه في حاجات كتير، ده دي بداية، احنا لسه بنتعرف، لسه بنتكلم، ده لسه تعارف زي ما بنقول. وبعد كده ان شاء الله هيبقى في كلام تاني، في كلام كتير على كل حاجة نبتديها، وان شاء الله تبقى بداية خير علينا كلنا، أستغفر الله. ونبقوا زي ما بنقول نحترم كل شيء، الاحترام حلو في كل حاجة وكده، ودايما خير يا رب العالمين على كله، وجعلها رمضان يجعله حلو علينا كلنا، والحزين دي ربنا عايز كده، الفرحان ربنا يزيده، وكل واحد يا رب يديله اللي هو عايزه، ودينا من ضمن اللي احنا عايزينه، ويجعلنا من الصالحين يا رب، امين يا رب العالمين، الحمد لله يا رب العالمين. وزي ما بنقول هسيب القناة في ايديكو، انتوا اللي تقدروا تقولوا لي نكمل ولا لا، انتوا اللي ما يعني كده، انتوا اللي في النهاية هتقولوا لي من تعليقاتكو، من شير بتضحكوا، من اي حاجة هتقولوا لي اذا كنت اقدر اكمل ايه، واقدر أستغفر اعمل ايه، الله. واللي انتوا عايزينه ايه،
وانا في النظام المفارش مية مية الحمد لله. النظام ده افكاري في الديكور كويسة ومش وحشة، وكله كأنه من الطبيعة، وكله كأنه من، مش هقدر اجيب بوكيه وردة وعلقه في الباب، ففي النهاية هقدر اجيبه وعلقه بردك بالستيكر بتاعه، هيبقى حلو وجميل وعطيني منظر حلو قوي، نفسي تشوفوه فعلا حلو. وده حاجة حلوة، جناين موجود عندنا، ستيكر مش غالي، ما يتعداش مبلغ صوابع الايد، يعني حاجة مش بطالة، يعني ثمنه 14 جنيه، حلو ومش وحش، وفيه بوكيه ورد وتقدري تلزقيه، والستيكر بتاعه لازق، ده بيتباع بالوردة يا جماعة مش بتاعه، انت اختاري الورد اللي انت عايزاه، وفقي الالوان مع بعض، حطي الفوشيا مع أستغفر المزهات الله. بتبقى حلوة، مع الزرع الاخضر ده بيدي مع كل الالوان طبعا بيبقى حلو. اي حاجة فيها فوشيا بتبقى جميلة مع الموف، على فكرة بيبقى حلو، ده شبه القطيفة زرعي كده وحلو، عطينا منظر حلو كأنه بوكي طبيعي 100%. فحابة اقول لكم ان انا سعدت بيكم النهاردة بالفيديو دوت، هو زي ما بنقول ايه، ربنا يقدرنا مع بعض اللي احنا نعمل اي حاجة كويسة، وتسعدنا وتسعد قلوبنا كلنا، وتدي كل واحد اللي هو عايزه، واتمنى لكم كل خير، وباي باي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.